السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفيه الاجابه على السؤال في زمن سمبل بريزنت، زمن المضارع البسيط. تابع معي نهايه الفيديو كيف اجيب اذا كان في الجمله فعل عادي او اذا كان فعل يوجد ام از ار او اذا كان عندنا كان بشكل مفصل وفهم. لاحظ الجملة الأولى Does he like English؟ هي أصل الجملة He likes English، هو يحب الإنجليزية. تكلمنا فيديو سابق الحين برجع عليه، موجود كيفية كتابة الجملة بزمن المضارع البسيط. أريد أن فيها كما قلنا أثناء السؤال فقط نستخدم does قبل الفعل ونحذف هذه الاس تصبح does he like English. does he like English نريد ان نجيب على هذه الجمله فقط اول كلمتين اقلبهم، ودائما do و does في بدايه الجمله نترجمهم هل. does he like English هل هو يحب الانجليزيه. do they like English هل هم يحبون الانجليزيه، ايضا نترجم do بهل. فقط استخدم اول كلمتين، اضع يس كما بعدها فاصله، نو ايضا كما فاصله، اقلبهم does he تصبح yes he does، انتهينا، اضع فول ستوب نقطه، ايضا نو he doesn't وضع فول ستوب انتهينا. doesn't هي اختصار لي does not، دائما الاختصار الافضل. يعني does he like English هل هو يحب الإنجليزية؟ yes he does نعم يحب الإنجليزية، لكن بشكل مختصر. no he doesn't كلا هو لا يحب، يعني لا يحب الإنجليزية. إذا أردنا بشكل كامل نضع yes فقط نحذف does تصبح yes he likes English يعني نعم يحب الإنجليزية. لكن نختصر دائما نستخدم الشكل المختصر، يعني لماذا نكتب بشكل كامل؟ خلاص اكتب yes he does اول كلمتين اقلبهم، يعني الفعل مساعد. ليش سمينا فعل مساعد او لماذا؟ لانه يساعدنا تشكيل السؤال. do they like English هل يحبون الانجليزيه، يعني هل هم يحبون الانجليزيه، ايضا اقلب اول كلمتين تصبح yes او no. اذا كانت الاجابه yes اقلبهم تصبح yes they do، إذا كان no no they don't بهذا الشكل. أول كلمتين أقلبهم، هل يحبون الإنجليزية؟ yes they do نعم يحبون. no they don't كلا لا يحبون، يعني لا يحبون الإنجليزية. إذا أردت بشكل كامل إذا كان no مثلا أو yes نفس الطريقة، no they don't like English هم لا يحبون الإنجليزية، كلا لا يحبون الإنجليزية، أو yes they like English نحذف do، لكن دائما الاختصار أفضل. does أحمد like English هل يحب أحمد الإنجليزية، أيضا أضع yes أو أضع no. بهذه الحالة لا أستطيع أن أقول yes أحمد does، نستبدل أحمد بالضمير he، يعني he هو أحمد، لا أقول yes أحمد does أقول yes he does، يعني أستبدل الاسم إذا كان عندنا اسم بضمير. إذا كان no no he doesn't بهذا الشكل، نفس الحال الأولى لكن عندنا هنا الفاعل أحمد، هنا الفاعل مباشرة هي. إذا كان اسم نستخدم ضمير، مثلا إذا كان does سلوى أيضا yes she does no she doesn't، يعني إذا كان اسم نحوله إلى ضمير. كما نعلم عندنا سبع ضمائر باللغة الإنجليزية I, he, she, it, we, you, they، إذا سبع ضمائر تكلمنا بشكل مفصل، الحين الفيديو موجود على القناة قناة تشغيل اسمها الضمائر. do أحمد and Mary like English هل يحب أحمد وماري اللغة الإنجليزية، أيضا أضع yes أو no على حسب الإجابة. إذا كان yes لا أستطيع أن أقول yes أحمد and Mary do، هذا خطأ، أحمد and Mary يعني ضمير they، يعني هم، من هم؟
أحمد وماري yes they do. إذا كان no تصبح no they don't بهذا الشكل yes they do no they don't. نعم يحبون كلا يحبون. إذا ردنا بشكل كامل نكتب yes أحمد and Mary like English أو نقول yes they like English. نعم يحبون اللغة الإنجليزية. الاسم أحوله إلى ضمير. إذا كان عندنا الفاعل اسم يتحول إلى ضمير. إذا كان ضمير مباشرة أقلب فقط أول كلمتين. لاحظ الجملة اللي فيها am is are they happy هل هم سعداء. أيضا أستخدم yes no. كما قلنا أول كلمتين أقلبهم يعني لا نحتاج do أو does. خلاص أول كلمتين نفسهم أجيب بهم are they تصبح yes they are يعني نعم هم سعداء. no they aren't كلا هم ليس أو ليسوا سعداء. أو تريد أن تقول بشكل كامل yes they are happy نعم هم سعداء. دائما الأفضل اختصار yes they are yes they are no they aren't أو تكتب بشكل كامل yes they are happy نعم هم يكونوا سعداء. هنا yes they are نعم هم سعداء. no they aren't كلا هم ليسوا سعداء. دائما أول كلمتين أقلبهم كما هما بدون لا do ولا does ولا أي فعل مساعد آخر مع am was و are. لدينا الجملة الثانية is she happy هل هي سعيدة أو هل هي تكون سعيدة. كما قلنا أول كلمتين أقلبهم yes إذا كان عندنا no. أقلب أول كلمتين she بالأول بعدها is يعني yes she is. إذا كان no no she isn't بهذا الشكل. بشكل كامل كلهم نفس الطريقة yes she is happy نعم هي تكون سعيدة لكن استخدم أول كلمتين. Am I happy هل أنا أكون سعيد. إذا كنت أسأل نفسي أقول yes I am أيضا أقلب أول كلمتين. إذا كان no no I am not كلا لا أكون أو لست سعيد. إذا سألت أحد ثاني يقول نعم أنت سعيد تصبح yes بدلا عن I تصبح you ويو نستخدم معها are yes you are. إذا كان no يعني أنت لست سعيد no you are not أنت لست سعيد. إذا سألت نفسي أستخدم I. إذا سألت واحد راح يقول أنت يعني أنا أنت لست سعيد أو سعيد. Is Mary happy هل ماري سعيدة. yes بدأ عن ماري استخدم she كما قلنا إذا كان فعل اسم نستبدل به ضمير ماري she yes she استخدم is yes she is. إذا كان عندنا no no she isn't كلا هي ليست سعيدة. مثل لدينا can you swim in the sea نترجم can هل تستطيع أنت أن تسبح في البحر أو هل تستطيع أن تسبح في البحر. كما قلنا مع كان نفس أم وزار لا نحتاج لا دو ولا داز فقط نقلب أول كلمتين نضع yes. إذا كان هل تستطيع أنت أقول yes I can نعم أنا أستطيع. لو كان no no I can't كلا لا أستطيع. إذا انتبه إذا كان لدينا you نحولها إلى I. Can they swim in the sea هل يمكنهم أن يسبحوا في البحر. كما قلنا نقلب أول كلمتين دائما yes they can نعم يستطيعون. لو كان لدينا no no they can't كلا لا يستطيعون. إذن فقط أول كلمتين. Can أحمد swim in the sea هل يمكن أحمد أن يسبح في البحر. أيضا نقول yes أو no. دائما كما قلنا الاسم حوله إلى ضمير أحمد يعني he yes he can no he can't كلا لا يستطيع يعني أحمد يعني لا نحتاج لا do ولا does. دائما
الفعل المساعد الذي يسأل به أجيب به، سألني بدو أجيب بدو، سألني بداز أجيب بداز، سألني بأم وزار أجيب بأم وزار، سألني بكان أجيب بكان بهذا الشكل. بشكل كامل ممكن أكتبها can you swim in the sea؟ yes يعني نعم، I can swim in the sea يعني نعم أستطيع أن أسبح في البحر. ممكن بشكل كامل أو الأفضل بشكل مختصر. لدينا is there a cat يعني هل يوجد قطة على الطاولة؟ دائما كما قلنا there is بمعنى يوجد، و there are أيضا يوجد لكن is مع المفرد are مع الجمع. أيضا أقلب أول كلمتين is there تصبح yes أو no، إذا كان yes yes there is، لو كان لدينا no no there isn't كلا لا يوجد. أول كلمتين نقلبهم are there some cats هل يوجد بعض القطط yes أو no yes there are no there aren't أيضا تختصر بهذا الشكل. قلبت أول كلمتين فقط مع no وضعت not، not تختصر أو تختصر بهذا الشكل بدلا عن الأو نضع أبوسترفية يعني فاصلة علوية. Is this a cat هل هذه قطة؟ أيضا أجيب yes this is نعم تكون، no this isn't كلا لا تكون، أو نقول yes it is نعم تكون، no it isn't كلا لا تكون. إذن هنا نستخدم الضمير بدلا عن this نستخدم الضمير it. إذن أنا أقول yes this is no this isn't نستخدم yes it is no it isn't. لو كان عندنا are these cats هل هذه قطط yes no، أيضا لا نقول yes these are بدلا عن these نضع الضمير they يعني هن أو هم بحالة الجمع. إذن نستخدم بدلا عن these نستخدم they، yes they are no they aren't نعم يكونوا كلا لا يكونوا. بهذا الشكل أنا هنا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية الإجابة على السؤال في زمن simple present المضارع البسيط. إذا كان عندنا فعل عادي أو am is are أو كان لدينا can، دائما مع كل حالات السؤال فقط أقلب أول كلمتين، إذا كان لدينا اسم أحوله إلى ضمير. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية الإجابة على السؤال في زمن المضارع البسيط. أتمنى قدمت شيء الفائدة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.